في تعز تبدو الأغاني وسيلة للمقاومة، حيث يسجل الفنانون هنا في مهرجان الفن المقاوم حضورهم في مقاومة مشروع الانقلاب، إذ وحدهم من يؤمنون برسالة الفن، كما يلعب دورا مهما في توعية الناس للدفاع عن مدينتهم. كان للفن دور مهم في المقاومة، خاصة أن رحلة المقاومة ابتدأت أيضا بأغاني ساخرة من انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، ومن ثم ابتدأت موجة المقاومة. لذا فإن الفن يعتبر أحد ركائز وأعمدة المقاومة، ودائما الشعوب دائما تبدأ صحواتها من الفن، من الصوت، من الأغنية، من الأنشودة، ومن الفن بالصورة وبالصوت وبالكلمة. هنا مشهد آخر من مشاهد الفعالية الثقافية والفنية، حيث يلتقي الفنانون والشعراء والتشكيليون هنا في جامعة تعز لاستعراض مهاراتهم في مهرجانهم الفني الأول. كان الهدف من إقامة فعالية مهرجان المقاومة أول فن المقاوم هو إيصال رسالة أن الفن المقاوم والمعزوفة سبقت صوت الرصاص. ففي تعز كثير من الأعمال الفنية التي ساندت الأبطال ودعمت المقاومة الشعبية. يظل الفن أحد أدوات التغيير السلمي الرافض لتواجد الميليشيات، بل وأكثر تأثيرا بطريقة سلمية من تحقيق السلام. مقاومة الميليشيات واستعادة الدولة، هكذا تبدو الرسالة الماثلة هنا. وإن تبدلت الأدوات واختلفت الأساليب فلا بد للهدف أن يتحقق كما يقولون. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.